وسنبدأ الحكاية من البداية، حيث شهد هذا الأسبوع على حفل التتويج بالكرة الذهبية التي رفعت للمرة الثالثة على التوالي بفضل أقدام ساحرة أرجنتينية، وللمرة الثالثة على التوالي كان اسم ميسي بحروف من ذهب، ذاك الصغير المكير الذي سحر العالم بأدائه وذكائه وإبداعه اللامتناهي. ابن الأرجنتين وفنان الكتالان جدد الإقامة على عرش كرة الذهب، استحقها الصغير الموهوب والمحبوب، ذاك الطفل الذي ولد في بلاد الفضة أرجنتينا، واستكثر عليه نادي المليونيرات الريفر بليت $700 ثمن علاج، فكانت أن فتحت له برشلونة أحضانها، فصنع لها مجدا وعزا وفخرا وتاريخا لن يمحى أبدا، وكله بفضل أقدام يسارية ألماسية تتحرك فوق معشب أخضر، تمتع وتبدع مع كل تمريرة وتصويبة. ليو ميسي أو الولد الذهبي الذي أصبح معشوق الملايين من حول العالم، أمامه 10 سنوات قادمة على أقل تقدير ليبقي الكرة الذهبية بحوزته، فهل ينجح بذلك؟